إياك نعبد وإياك نستعين. صلاة التراويح هذه صلاة مباركة نجدد فيها الروح والقيم الإيمانية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعات، وأنه بعد ذلك عندما نخرج من الصلاة نتذكر الفقير حتى نرحم هذا الفقير ونطبق صفة الإحسان، إن نراك من المحسنين سيدنا يوسف. فيوسف كان صفته الإحسان، كيف كان يكرم الناس في السجن وهو سجين، لكن كان يكرم الناس في السجن. لذلك نحن نتراحم بيننا، ننظر الى الفقراء في هذا الحال، حال الامه وهذه الاجواء، والناس تعيش في يعني في حال من الفقر والعوز. لذلك شهر رمضان شهر الرحمه والتراحم بين المسلمين، لذلك نحن نجدد دعوتنا الى الناس بالتراحم بينهم في هذا الشهر المبارك. نبارك لهذه الامه الاسلاميه والعالم العربي بقدوم شهر رمضان المبارك، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعله عام خير وبركه ويمن وامان على الشعب العراقي وعلى الأمة العربية والإسلامية، كما وندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل، وأن يبلغنا مرضاته وحسن الخاتمة، إنه على ما يشاء قدير. شهر رمضان شهر الخير والرحمة والبركة والرحمن على الأمة الإسلامية، ونبارك الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك وهذا الشهر العظيم، فيه صلاة التراويح، فيه الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من الوباء والبلاء اللي حل بالأمة، ونسأل الله إنه يكون آخر يعني هذا رمضان إنه آخر الأمراض به والبلاء إنه يحل عنها الأمة الإسلامية.